طبعا كثرت في الآونة الأخيرة الأقوال عن علامات الساعة، وأن الكثير من هذه العلامات بدأ يظهر، إنه الزلازل كثرت فهذه علامات الساعة، غضب الله يظهر علامات الساعة، كل فترة يظهر يعني أحد الدعاة، هذه علامة من علامات الساعة. لكن انتظروا ظهور دخان كثيف جدا 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 سيغطي الكرة الأرضية بالكامل ويضع كل الإنسانية على الإطلاق في عذاب أليم.